تحيات البورصة المصرية وسهم المشروعات وماذا نتوقع له؟ حاليا بنتوقع له مزيد من الهبوط التصحيحي ومازال الزخم البيع قوي جدا لإعادة اختبار أول منطقة، المنطقة دي اللي عند 500 قرش إلى 475 قرش، وهنراقبها كويس جدا لأن الأسعار ممكن ترتد منها، وفي حالة فشلت ارتداد الأسعار منها فنروح لمنطقة الطلب التانية اللي عند مستويات 440 قرش 415 قرش. فما زلت شايف ان المناطق دي ليست مناطق شرائية جيدة الا لو حصل ردة فعل، وما زال الهبوط قوي جدا، وده ما بيدعم ان احنا ما زال لنا مزيد من الهبوط. واعتقد ان المنطقة دي هتكون منطقة فاصلة وباينة جدا ان عند مستويات 500 قرش الى 475 قرش، وما زال لسه مزيد من الصعود. واحنا لو رحنا على فريم الاسبوعي هنلاقي ان احنا عندنا زخم كبير قوي شرائي، يعني ما زال له مزيد من الصعود. وحاليا احنا طلعنا نعيد اختبار منطقة عرض قوية جدا اللي ارتدت من الاسعار هنا وانهارت من الاسعار في السابق، فاحنا في منطقة مهمة جدا. اعتقد ان هيحصل تصحيح بسيط قبل تكملة الاتجاه الصاعد، واحنا ما زلنا نرى صعود قوي، وهلازم يحصل بعد منه تصحيح، والأقرب للتصحيح إن ممكن يحصل لحد مستويات 415 قرش. وبالتوفيق.